سعد الدالي. انت مين؟ تشتكي همك ورماك رماك بلا مركب لمجعالي سرق النهار سرق النهار لكن انت يا دالي لا بتنحني لا بتنحني ولا ينكسر صوتك من ده اللي كارف دنيتك وتشتهي موتك انسى آلامك وعلى على جرحك تحلف عينيك الدنيا وتصلحك طول ما نهار الخير بإمكانه يطوي سواد الليل وأحزانه قطر الحياة قطر الحياة عمره ما حيفوتك من ده اللي كارف دنيتك وتشتهي موتك من ده اللي موته بكلمتك وحياته في سكوتك أنا ابتديت كده مساء الخير مساء النور معلش مضطرين نقطع عليكم القعدة اللطيفة دي بس نعمل ايه بقى؟ الزك بيه هو اللي دلنا على مكانكم عملها عريس الغفلة عموما يا فندم احنا شركة متقاسمين في كل حاجة وعندي شهودي لا 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 وفر على نفسك الكلام ده يا ناجي بيه للتحيات الرسمية لسه بدري قدامك سين وجيم تقدر تقول فيهم كل اللي انت عايزه عجبك عمايل جدك عشان هو مش عارف يسد في ليلته يدخلنا كلنا في الليلة دي وطي صوتك ولا انت عايز تشوشر علينا وتعمل لنا بوليكه وخلاص اصل انا اول مره اقع الوقعه الغبره دي ما كانش ينفع انام واحنا حالنا مع بعض بالشكل ده بترد لي اخر مره صالحتك فيها ولا ضميرك منعك تنام لانك عارف انك غلطان في حالي اعتبرها زي ما تعتبرها صح بس احنا هدفنا واحد العيلة ما تتفرقش وهي لسه ما تفرقتش سكت ليه اي كلام هقوله دلوقتي مش هيشفي غريلك انا عارف لكن انت اللي كنت واخد جنب طول الفترة اللي فاتت وبعدنا عنك بعدتكوا هم
بس ما بعتش حد فيكم، ما غدرتش بيكم، تفرق كتير ولا هي ما عادتش تفرق؟ وانا ايه اللي خليني اجي قرب الفجر كده لو ما عادتش تفرق يا اخويا؟ سعد انا معاك في كل اللي انت عايز تعمله في خالد، لكن انا ورفقي ليه؟ عملنا ايه؟ احنا ما عملناش اي حاجه غير اللي كنا بنعمله طول عمرنا بعلمك او بدون علمك. حاولنا نلم خالد من غير ما نقولك عشان انت تركز في الاهم. ايوه سعد انت تنسيت اللي حصل لولفت مع الدكتور هنداوي وغيره وغيره. صدقني يا اخويا احنا حاولنا نتصرف بحسن نيه ننصح خالد بدل المره الف، لكن عمرنا ما تخيلنا ان طيشه هيوصل بيه للدرجه دي. دفاع عظيم ممكن يكون مقنع بس في ظروف مختلفه. حقك هيوصل لك يا سعد، انا مش هسكت والله ما هسكت. هبه بنتي زي ما هي بنتك تمام، وانا مش هقف اتفرج عليها وهي مجروحه بالشكل ده. عندك كلام تاني يا فوزي؟ سعد انت عارف ان في خطر كبير بيهددك وبيهدد العيله كلها. يا سلام، خطر ايه بقى؟ انا عارف وانت عارف بجيه الراجل اللي اسمه ابو النجا بهمس ده. شو ده راجل بيجرجر الموت في رجليه، هو اكيد جاي يوصل لك رساله اكيد يا سعد. تاجر سلاح مشبوه زي ده مش هيجي لغايه عندنا الا اذا كان وراه خطر كبير علينا. انت دماغك شغاله كويس يا فوزي. افرض. لا ما افرضش. صدقني يا سعد في الظروف دي ما ينفعش ان احنا نبقى متفككين زي ما بتقول، بالعكس لازم نحط ايدينا في ايد بعض ونلم كل اللي انكسر واللي انشرخ عشان نقدر نقف سوا قدام الخطر ده. تفتكر هقدر اعمل كده؟ ما تكبرش يا سعد، احنا لولا مقدرين الحاله اللي انت فيها والظروف اللي بتمر علينا انا ما كنتش جيت لك هنا دلوقتي بعد ما طردتني انا ورفقي. حاجه مترتبه بينكم بقى يعني؟ يعني مش بعيد بعد ما تمشي دلوقتي بعد خمس دقايق بس الاقي رفقي عزيز بيخبط على الباب ويقف مكانك ويقول لي نفس الكلام زي ما حصل قبل كده. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ هايل كملت. ليه مش عايز تدي فرصه لحد انه يتكلم معاك او يفكر معاك؟ العيله مجموعه مش فرد يا سعد، ولا هتتهمني انا كمان اني في صف رفقي وفوزي؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين يحصل للعيله ايه اكتر من اللي حصل؟ كلنا قلبنا عليك، لكن طول ما انت عصبي وشايل هم الدنيا على دماغك بالشكل ده لا هتفكر صح ولا هتاخد قرار صح. انا لسه بعقلي يا ألفت، انا لسه سعد الدالي. والدنيا كلها عارفه مين سعد الدالي، بس لازم تدي فرصه لعقلك يستريح. مش هرتاح ومحدش هيرتاح لحد الحقيقه ما تظهر كلها واعرف اللي حصل ده حصل ازاي ومين وراه. واحنا وصحتك مش خايف علينا لو حصل لك حاجه؟ هنستفيد ايه لو وقعت من طولك؟ ارجوك يا سعد ما تخليناش نمر بالتجربه دي تاني ابدا. انا همشي دلوقتي يا سعد، همشي عشان اسيبك تستريح، ويا ريت ما تفكرش في اي حاجه لغايه بكره، لغايه بكره على الاقل، وخلي ذهنك يروق ويصفى على الاخر. وانا من الصبح هقعد جنب التليفون، كلمني او خلي اي حد يكلمني، اي حد يقول لي سعد عايزك عشان تكلموا مع بعض وتفكروا سوا هتعملوا ايه. حبيبة قلبي ريحي روحك بقى،
عينيك دبلت وجسمك نشف من كتر التفكير. الحب اللي بيجيب الكف ده بلاش منه. ولا انت عايز تحرق قلب ابوك عليك؟ يا ريتني يا بابي اعرف اوقف دماغي عن التفكير. خلاص يبقى نبعد عن الهم ونغني له بقى. صدقيني حبيبتي طول ما احنا والناس دول جيران مش هيجينا من وراهم غير الاذى. قصدك ايه يا بابي؟ انا كمان يا بنتي مش هقعد بقى حاطط ايد على خدي وشايل هم عليكي. انا بصراحه ربنا كلمت كام سمسار من المنطقه من هنا انهم يشوفوا لنا بيع على الفيلا دي او يشوفوا لنا بدل ليها في مصر الجديده. مصر الجديده يا بابي؟ انا الود ود لو كانت مدينه نصر كملت ودبت الروح فيها كنت خدتك ورحت على هناك. صدقيني يا بنتي كل ما بعدنا كل ما كان احسن ليكي. ايوه بس انا مش عايزه امشي من هنا. ما انا كمان مش هسيبك تضيع مني مع ناس سكاكهم كلها لابش بالشكل ده وواحد ظروفه ما بتخلصش. وها بنتي ده ما هوش خريج جامعه جديد مش لاقي ياكل ولا واحد ظروفه تعبانه مستنى عليه. الناس دول يا بنتي عشان كبار وايديهم في كل حته عداواتهم كتير ومشاكلهم ما بتخلصش. عشان كده حبيبتي احنا مش قد الناس دول. وبقولها لك للمره المليون احنا مش قد الناس دول. ظهر ان الحب ده ما بيجيش من وراه غير التعب والألم والجرح. اللي يشوفك وانتي بتتكلمي عن الحب والسعادة يقول انك شفتيهم في فيلم لا عمرك عشتيهم ولا حتى جربتيهم. الحمد لله يا ربي. هبة حبيبتي انا صح يا رضوى؟ عيني ما غفلتش لحظة لحد دلوقتي. معلش يا حبيبتي انا اسفة اذا كنت يعني اتكلمت مع نفسي بصوت عالي شوية. أنا مشكلتي مش في الكلام، في الفعل. الأدم بيدن. إيه رأيك تيجي نقوم نشجع بعض ونتوضى ونصلي وبعدين نرجع ننام ونرمي حمولنا على ربنا زي ما كنا بنعمل وإحنا صغيرين؟ يلا بينا. هتشوفي إن شاء الله بعد ما هتصلي هترتاحي إزاي. إن شاء الله هترجعي أحسن من الأول 100 مرة. كله على الله، كله على الله. الو. ايوه يا خالد انت فين؟ ايوه داليا انا في المزرعه عند بابا في شبرمنت. احفظي النمره دي كويس لان من بكره ممكن تلاقي تليفون الفيلا عندك محطوط تحت المراقبه. ساعتها اللي هنعرف نتكلم مع بعض كويس وانا نطمن على بعض اصلا. طب وعملت ايه لبابا؟ ما تقلقيش يا داليا زمان بابا بعت له كل المحامين بتوعنا. طب وانا هعرف الاخبار منك ازاي ولا هشوفك امتى لو حاجه تانية حصلت؟ احفظي بس انت النمره دي كويس وكلميني عليها من بره الفيلا يا داليا. من بره الفيلا. وانا اذا احتجت منك حاجه هبقى اكلمك بطريقه ما حدش فهمها غيرنا. ودي حيره ايه دي بس؟ وانت هتفضل عندك لغايه امتى؟ انا مش هرجع الا لما اخد حقي. احفظي بس انت النمره دي كويس وركزي في الطريقه اللي هعلمها لك دلوقتي. واضح؟ يعني شعله الخشب دي باسم مين بالظبط؟ بس عشان ابقى فاهم معاك. يا فندم شحنة الخشب ديت هو اللي جايبها، كنت بتعامل معها انا وجدي على انها شحنة خشب جاي نحل بيها كل مشاكلنا صح؟ كده الزكي باشا كان عارف كل حاجة من الأول، وأنت لما عرفت وافقت وحضرت البيع واستلام الفلوس. يا فندم صدقني، صدقني هو بيحاول يوسع دايرة الشركة علشان يخفف الموضوع من على نفسه. يا فندم هتلاقي بوليسة الشحن وأمر التسليم باسمنا كلنا، إحنا التلاتة شركاء متضامنين. هو مش الزكي باشا بره؟ هات سعادتك وانت هتتاكد من كل حاجه بنفسك. بسيطه خالص. تمام يا فندم. خلي يا ابني الزكي باشا من بره. اما نشوف الحكايه دي اصلها ايه بقى. تمام يا فندم. زكي باشا يا فندم. صباح الخير. اتفضل يا باشا. هو مش صحتك.
يا ريت بقى سعادتك تكرر اقوالك اللي قلتها في التحقيق قبل ما الهواد دول ما يجوا هنا. اسعد البيه، الموضوع واضح تماما. ارض الصالحيه احنا خدناها بشكل قانوني تماما. مناقصه رزت علينا زي ما ممكن ترسى على اي حد، يعني لا انا ولا حفيدي هاني ولا ناجي بيه الدسوقي ليه اي علاقه بموضوع الرشوه اطلاقا. كمل يا باشا كمل. يعني يا سعاده البيه باختصار، اذا كان في لعبه في الموضوع ده يبقى اللي عمل كده صفوه الدالي او خالد الدالي، مش اي حد تاني. واعتقد البهوات ممكن ياكدوا الكلام ده. الحقيقه ان البهوات اتعاونوا معانا بشكل غير عادي، وانا احتراما مني لصدقهم معايا بعد ما نخلص التحقيقات معاهم هنا هحولكم كلكم على نيابه المخدرات عشان نفتح معاكم بقى ملف قضيه شحنه الخشب بالحشيش اللي جات لكم. مخدرات 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 ايه يا سعاده الباشا؟ الو، ايوه يا ادهم، الظاهر ان صحتك معلش، ممكن تبقى عندي في المجموعه الساعه كام؟ طيب خلاص منتظرك، مع السلامه. صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله النهارده شكلك كويس. ايه امبارح كان شكلي ايه؟ هو امبارح بس يا سعد، ده الكام يوم اللي فاتوا كانوا صعب عليك قوي وعلينا كلنا، بس الحمد لله شكلك نمت كويس. هبه عامله ايه؟ عديت عليها لقيتها في سابع نومه، حسام كان نايم جنبها عمال يعيط وهي ولا حاسه بيه. ده تكون عملت في روحها حاجه؟ لا يا حبيبي ما تقلقش كده، رضوى فضلت قاعده معاها امبارح بالليل لغايه ما نام. طب وباسم فين؟ باسم قاعد مستني في الهول تحت. ايه مالك في ايه؟ ما فيش حاجة سعادة، ما تشغلش بالك. ما اشغلش بالي ازاي وانا شايف القلق ده كله في عينيك؟ في ايه يا ألفت؟ نشوة. هذا وقد أقفل المحضر في ساعاته وتاريخه، وعلى المباحث استكمال تحقيقاتها في القضية، ونأمر بضبط وإحضار كل من صفوة عوضين الدالي وخالد صفوة عوضين الدالي للمثول أمامنا للتحقيق معهما. اقفل معك. شويه كده يعني كم سنه تقريبا؟ كم سنه ايه؟ ده انا حامل. نعم انت بتقولي ايه؟ قلتي عشان خاطري لو سمحت يعني اول ما تولدي اتصلي بيا، عنواني ما يتوهش. ها طب خد بالك من نفسك يا باشا. عملتيها يا لبنى؟ يلا يا واد شوف وشك بخير. ها خد بالك من نفسك يا باشا. يعني ايه؟ اداكي نمره غلط يعني ايه؟ عمل كده ليه؟ معرفش يا بابا، انا نفذت اللي طلبه مني بالحرف، طلبته وانا جايه لك في الطريق من كشك ثلاث مرات، جرس للاخر محدش بيرد. ما يمكن نايم خرج، ما تحاولي مره ثانيه. حاضر يا بابا، المهم انت طمني عليك، ايه الاخبار؟ الاخبار ما يعلم بيها الا ربنا. مستفين لي شويه تهم لو حكموني بيها مش هخرج منها قبل 2079. طب والمحاميين؟ هم بيرغوا يدافعوا. بس المصيبة في الحيوان اللي اسمه ابو المحاسن، الله يخرب بيته، باين عليه عمل صفقة معاهم بعنا بيها عشان يخففوا عنه القضايا، حية ولدغتها والقبر. طب وخالد موقفه ايه؟ خالد انا بحاول اخرجه من الموضوع، لكن البهوات التانيين مدخلينه في كل حاجة. بس خالد مصيبته اهون، هو بنصحته مأمن نفسه ومفيش أي حاجة متورط فيها بشكل رسمي. اللي معكوك في الامضاءات صفوة ابوه، بس المهم بقى يستخدم ذكائه لحد الاخر ويخلصنا من المصايب اللي احنا فيها ديت، والاهم من كده انه ياخد باله منك انت. ادخل. ده يظهر حكايه جد، انا افتكرت ماما ألفت فهمت غلط. ايه على فين؟
اصل امبارح كلمت ماما عشان اطمن عليها، لقيتها تعبانه شويه، قلت اكيد من قلقها عليا، فحسيت بالذنب. ايه طمنيني مالها؟ عندها ايه؟ ولا اقولك اكلم باباكي في التليفون؟ لا لا ملوش لزوم يا عمي اطمن. ازاي ملوش لزوم؟ الاصول بتقول لما اعرف حاجه زي دي لازم اسال. انت شايف ان انا ما بفهمش في الاصول؟ العفو يا عمي ابدا. لا يعني دي زياره قصيره تطمني على ماما وهترجعي على طول. اطمن يا عمي، انا من ساعه ما دخلت البيت ده وجدوري بقت هنا، اللي راح هنا واللي جاي باذن الله برضه هيبقى هنا. ربنا يكملك بحالك. وانت كمان ما تعرفيش انت غاليه عندنا قوي قد ايه. يبقى طلع الباسبور بتاعك اعمل لك الاجراءات. ملوش لزوم يا عمي ما تعبش نفسك. انا مش هتعب. انت ناسيه ان اختك هبه عندها شركه سياحه؟ تدريب عملي ليها، نشوف هتفلح فيه ولا لا. الو. صباح الخير يا حبيبتي، كملي نوم. مين على التليفون؟ لا دي مكالمه غلط، كنت داخل اطمن عليك انت وحسام لولا التليفون السخيف ده اللي صحك. معلش يا بوبي. هبه عايزك تبعدي اي افكار وحشه عن دماغك عشان تتحسني بسرعه. انا هتصل بيك الظهر عشان اطمن عليك. عايز اللي يرد عليا يقولي لا، هبه دلوقتي فاقت لنفسها ولابنها وبتفكر في شغلها كمان. بالسرعة دي يا بوبي؟ أنا عارف إنه مش بالسهل، بس أنا كمان مش قادر أشوفك زعلانة وتعبانة عشان حيوان ما يستحقش. عشان تنامي براحتك. مالك في ايه؟ راجل زي ما يكون قاعد جنبها على السرير طول الليل. راجل مين وسرير ايه؟ في ايه؟ ها؟ اهلا يا بابا. اهلا يا حبيبي. لا ما تغلش في روحك، انا عايزك تاكل كده فطير مشلتل بالسمنه البلد دي اهو علشان تعرف تفكر كويس. يلا يا حبيبي. والله يا بابا ما انا عارف راحة البلد جايلك منين في وسط كل اللي احنا فيه ده. هقول لك انا جاتلي منين. اولا ما بحاولش افكر في حاجه ما بعرفش فيها عشان افضل احافظ على البرجين اللي فاضلين في دماغي. انا عرفت دلوقتي انت ليه فضلت صغير، ما وصلتش لعشر اللي وصل له سعد الدالي. ولما كنت زنيت عليا وخليت الشيطان بتاعك يبخ سمه في وداني كان زماني عايش دلوقتي حياتي 100 فل و10، مش عايشين زي مطاريد الجبل. يلا يلا كل 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 يا حبيبي كل. صباح الخير. صباح الخير. جيت متأخر يعني؟ الساعة لسه 9 الا ربع. لا أنا قصدي جاي تتكلم معايا متأخر، مش عوادك. أنت متعود دايما يا تجيلي قبل فوز على طول يا بعد فوز على طول. هو جالك امبارح مش كده؟ يعني ما تعرفش؟ توقعتها. طب يلا يلا انا مستني، قول الكلمتين اللي عايز تقولهم لي من غير تريقه. يا سعد انا مش هدخل معاك في اي مواضيع، هحط نفسي تحت تصرفك وهجاوبك على اي سؤال تساله بصراحه زي ما تعودنا. ما عادتنا اتغيرت. بلاش بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلينا في الشغل بس زي ما اتفقنا. طيب انا عندي ليك اخبار متهيألي انها ممكن تسعدك وتطمنك.
القبض على ناصف والزكي وناجي قديمة. الله، غريبة، انت لحقت؟ انت ناسي ان انا وزير سابق وليا اتصالات فيه برضه ولا ايه؟ بس متهيألي كده انت ارتحت. فاضل شوية على الراحة. قصدك يعني يمسكوا صفت وخالد؟ لا، مش لازم نتقبض على خالد وصفت. الله، ايه الكلام الغريب ده يا سعد؟ خالد هو اللي هيوصلني للحقيقة، وده مش هيحصل لو البوليس سبقني وقبض عليه. يعني احنا دلوقتي مطلوب مننا اننا نعرف هم مستخبيين فين، وكمان نهربهم من البوليس؟ لا لا لا، مش مطلوب ان احنا نهربهم، المطلوب ان احنا نبلغهم بسرعة ان البوليس عرف مكانهم وهيقبض عليهم، ساعتها لوحدهم هيبلغوا فرار. انت بتعقدها ليه بس زي عايدك؟ ما عشان تتحل لازم تتعقد قوي، دي حلاوة اللعبة يا رفقي. ولا نسيت؟ افهم من كده انك بتجدد الثقة فيا. بس يا ترى هيكونوا استخبوا فين؟ رفقي، لو انت مكانهم كنت هتستخبى في انهي حتة من املاكك؟ اشمعنى املاكي؟ ما هو لو استخبوا في مكان عام، فندق او شقة مفروشة، مكانهم هيتعرف والبوليس هيقبض عليهم. والله حسب معلوماتي اخر حاجة جابها صفت وكان بيوضبها مزرعة شبرمنت. يبقى تطلع على هناك على طول، تاخد معاك واحد او اتنين من اللي انت بتثق فيهم، ولو كانوا موجودين يا رب يا رب يبقوا موجودين، رجالتك يبلغوا الخدمين الرسالة بشكل غير مباشر. ده انت كان لازم تطلع اللي هو شرطة مش رجل اعمال. بلاش مبالغة يا رفي، هو في صول في الشرطة بيحصل له اللي حصل لنا ده كله؟ ادخل. استاذ ادهم فارس، عايز حضرتك. خليه يدخل على طول، وانت عارف يلا اتكل على الله بسرعه. بس الاول تجاوبني على سؤالي. مش تجديد للثقه، اعتبرها نقطه ومن اول السطر. صباح الخير. صباح الخير يا ادهم. على اذنكم حضرتك، مستني انا ناجي عشان تمشي. ها الشغل ما بيرحمش، خصوصا اللي بيشتغل مع سعد الدالي. يا ادم بيه، عن اذنكم اقعد. يلا اقعد. ايه كلام رفقي شغلك ولا قلبك كان حاسس انا عايزك ليه؟ اهلا وسهلا، اي خدمة؟ سنيور خالد، خالد الدالي مش كده؟ طب وايه اللي يخليك تفتكر اني هوافق على عرض زي ده؟ وليه لا؟ المرحلة الجديدة اللي داخل عليها المجموعة محتاجة لك، بقولها لك بصراحة، وانا هحقق لك المعادلة الصعبة بتاعتك، هفتح لك اكبر وكالة اعلان، انت المسؤول الاول والاخير فيها، مالكش رئيس، لاني عارف ما بتحبش يبقالك رئيس. طب وايه الفرق ما دام هتخدم اغراض في دماغك انت لوحدك؟ يعني ايه؟ عايز نعمل الوكاله واكتبها باسمك؟ ولا عايز تعمل اعلانات للمنافسين بتوعي في السوق فيها؟ حكايه انك تعمل شركه وتكتبها باسمي دي انا حاجه ما اقبلهاش على نفسي، بس حكايه انك تعمل اعلانات لشركات منافسه دي مهمه جدا، على الاقل عشان مصداقيه الشركه، وهيتزود من ربحيه المجموعه. تفتكر يهمني الربحيه اللي هتيجي منها؟ الربحيه مرتبطه بالمصداقيه. موافق، لو هنتفق. طب ما تخليني مستشارك من بعيد لبعيد. لا كده هزعل، انا مش متورط في حاجه او سمعتي فيها شك عشان تقول لي الكلام ده. انت فاهم قصدي يا سعد بيه؟ هديك صلاحيه مطلقه، هكتب لك كل طلباتك في العقد، المرتب اللي انت عايزه خده، عايز نسبه من الارباح خد، المهم تكون معايا.
انت كده بتخليني حاسس ان احنا هنواجه مشاكل اكبر من اللي كنا بنواجهها مع بعض واحنا بنعمل الكتاب. اخبار المافيا معاك ايه؟ المعلومات اللي عندي بتقول انك طموح جدا، والعرض اللي انا قدمته لك هيحقق اهدافنا سوا. ايوه بس انت بتقول ان في حد غيري بيساعدكم، يبقى محتاجيني في ايه بقى؟ بيقولوا عندكوا من تدخل فيما لا يعنيه. انت عارف الباقي، انا مش هكمل. سنيور خالد، انا مش ممكن اتوقع انك تتاخر في الرد على عرضي، لان الوقت مش في صالحي ولا في صالحك. هو عرض زي ده بصراحه ما يترفضش، لكن محتاج شويه تفكير. Take it or leave it. اوكي موافق. اوكي وانا ابعت لك التفاصيل اول باول. بس انا عايزك تسيب المكان ده، لان البوليس هيجي يدور عليك انت وبابا بتاعك هنا. حاضر، متشكر لاهتمامك. بس انت كده كشفت ورقك بسرعة جدا من غير حتى ما تتأكد. ده انت حتى ما عندكش دليل على كلامك. بعد اللي حصل من خالد ما بقتش استبعد منه اي حاجة. بعد اللي حضرتك عملته فيه فعلا ما تستبعدش منه اي حاجة، لكن قبل كده مجرد الشك كان كفاية لحد ما نتأكد. اللي ايده في المية مش زي ايده في النار يا ادهم يا ابني. وانا دلوقتي بس عرفت ليه انت محتاجني جنبك. وانا دلوقتي بس اتأكدت ان اختياري ليك كان في محله. يا خالد يا ابني انا مش حمل البهدله دي. الراجل خواجه ده من ساعه ما جه واحنا عمالين نلف حوالين بعضينا. ايه اللي حصل فيه ايه انا مش فاهم. يا بابا لو حضرتك ناوي تقضي اليوم كله كلام لغايه ما نلاقي البوليس فوق دماغنا ونحصل بقيه شركاتنا خليك. انا عن نفسي مش ناوي اقعد هنا ثانيه واحده بس. ليه؟ هو الراجل ده شغال في البوليس الدولي؟ بقول لك يا بابا انا في شاليه 22 في سقاره، لما تخلص كلام يبقى حصلني. تعالى هنا. شاليه ايه وسقرت ايه؟ بتاع مين الشاليه ده؟ نوصل بس هناك ونكمل كلامنا ونقعد ونشرح زي ما حضرتك عايز يا بابا. حاضر يا سخال. حاضر حاضر. ايه؟ نعم ايه؟ نعم. مسافر؟ ايوه مسافر. طب لو حد سأل عليك هنقول له ايه؟ قول له راح في 60 داهية، راح ورا الشمس. عشان تقولي ولا حاجه. انت مش محتاج تمشي، وبعدين الموضوع مش محتاج قرارات. ها استريحت؟ انت بتتكلمي بجد يا هبه؟ يعني اقول لبابا يكلم عمي؟ والله زي ما تحب. زي ما احب ايه؟ قولي زي ما بتتمنى، زي ما بتحلم. انت عارفه انت لو ما كنتش قلتي انا كنت هعمل ايه؟ ايه؟ انا كنت هرمي نفسي في البسين. يا فيه
عايزك تقولي كل حاجة عن الراجل الأجنبي ده، شكله، عربيته. هي العربية أمريكاني سودا. هو طويل، وشه مطبق، وقرع. أيوة. طب خالد فين دلوقتي؟ أنا سبت الولاد يستنوه يشوفوه رايح على فين بعد كده ويبلغونا. طب ليه ما فضلتش معاهم؟ أنا كان كل همي إن أبلغك لما حسيت بخطورة اللي أنا شفته. أنا كده اتصرفت صح. طب روح مكتبك ولما رجالتك يكلموك بلغني. حاضر. سعد، أنت ناوي على إيه بالظبط؟ لما أعرف هقول لك يا رفيق. عايز حاجة تاني؟ ابعت السكرتيرة من فضلك. أفندم في حد عندك؟ لا مفيش. هو حياتك كنت مدي ميعاد لهاني بالذكي، بس في الحقيقة ولسه مجيش. مش هيجي، حصلت له ظروف هتخليه ما يجيش وقت طويل قوي. عايزك تبلغي العيلة كلها بشكل رسمي ان في اجتماع لرؤساء مجالس الادارات بعد 3 ايام، ومطلوب من كل واحد يجهز تقرير وافي عن الشركات والمصانع اللي تحت مسؤوليته، واتصل بأدهم فارس. هو مساب تليفونه قبل ما يمشي؟ ايوه يا فندم. عشان يحضر الاجتماع هو راجل. ايوه امر تاني يا فندم. لا متشكر. لحظة واحدة يا فندم. واحد من شركة السياحة عاوزك يا ست هبة. ألو مين؟ هبة أرجوك ما تقفليش السكة، أنا خالد. هبة، اللي حصل امبارح ده كله كان تمثيلية أنا عملتها علشان أحافظ على مصالح العيلة، محدش كان يعرف عنها حاجة. ناصر مذكور كان ناوي على أذى كبير للعيلة و... ألو؟ عن اذنكم يا بنات. اتفضلي ماما. الو. ايوه يا سعد. لا يا حبيبي، التليفون ما كانش مشغول كتير ولا حاجه، ده يا دوب مكالمه غلط جت. هبه كويسه تكلمها عشان تطمن عليها؟ طيب يا حبيبي ما تتاخرش علينا، مع السلامه. هو في ايه؟ يا ستي تلاقيه بني ادم تافه او بني ادم فاضي قاعده بتتسلى في التليفون. لا، عم ابراهيم قال ان حد من شركه هبه. يا ستي ممكن يكون حد من قرايبنا بيهزر، بس هزاره تقيل شويه. المهم سيبك من موضوع التليفون ده بقى يا ستي، يرن ما يرنش هو حر. اوعي يا نشوى، اوعي لما تسافري بلجيكا تنسينا. هتوحشيني. اكيد في حد جنبها. يا ابني يا ابني، بدل ما انت قاعد تكلم نفسك كلمني انا اهو، وفهمني ايه اللي عملته ده. هبه لو لوحدها كنت عرفت اخد ودي معاها في الكلام. انت جرالك ايه؟ بعد اللي انت عملته فيها ده لا يمكن هتبص في خلقتك ولا تسمع صوتك. هبه دي تربيه ايدي، وانا ادرى بيها حتى من ابوها ومن امها. انا اكتر واحد في الدنيا دي يقدر ياثر عليها ويخليها زي الخاتم في صباعه. كان قبل ابوها ما يبعتر بكرامتك الارض ويعريك قدامها ويفهمها اللي انت عملته فيها. هتشوف يا بابا، انا هوريك انا بقول اي كلام ولا انا عارف انا بعمل ايه. افرض كان لزمته ايه بقى اللي انت عملته؟ هبه هي مفتاحي وبابي اللي هدخل منه اللي انا عايزه. والله انا الموضوع ده مش عارف له راس من رجلين. وبعدين الراجل خواجه بوش خشب ده، ما قلتليش برضه كان عايزك ليه؟ مفتاح برضه. مفتاح؟ مفتاح كنوز علي بابا.
اللي هتتحط تحت رجلينا. بس بعد ما العيلة تغير جلدها ويبقى راجلها الأول والأخير خالد الدالي. مين اللي كان على التليفون الصبح يا هبة؟ ما كانش حد من الشركة زي ما قال العم إبراهيم. مش بترد يعني؟ أرد أقول يا ماما. كان خالد ها؟ يبقى هو اللي اتصل وقفل لما سعد رد. تصوري بابا قال لي الحكاية دي الصبح وما صدقتوش. ما تخيلتش إن يبقى بالجرأة والوقاحة دي. أرجوك يا ماما، أنا قفلت السكة من نفسي. كان عايز يبعد العملة السودة اللي عملها. ما ركزتش في أي حاجة من اللي قالها. ما كنتش طايق أسمع صوته. أنا حاسة إني تعبانة. مالك؟ مالك تعبانة قوي. عايزة أرتاح. طب بس بس. مش كده أمال؟ نشوة هنا وما تعرفش أي حاجة. امسكي نفسك بقى كل يوم من ثلاثة وهي تسافر. يعني إيه؟ فص ملح ودب. خالد حس بيهم في مكان قريب من ميدان الرماية فزوغ منهم في المنطقة دي. عرفت قلت لك ما تسيبش رجالتك، هنلاقيهم ازاي دلوقتي؟ بالعكس يا سعد، أنا خالد عارف عربيتي، لو كنت فضلت أو رحت وراه كان خد حذره، عموما هو ما راحش بعيد. قصدك إيه؟ حسب كلام الرجالة المنطقة اللي هم فيها ما راحتش بعيد عن الفيوم أو نزلة السمان أو سقارة أو صحارى سيتي. طب مستني إيه؟ ابعت رجالتك يقلبوا المناطق دي لحد ما يشوفوا عربيات خالد وصفوت، لأن هي اللي هتوصلنا اليوم. أنا مديهم كل التفاصيل، حتى لو كانوا مستخبين في فيلا كبيرة أو فيلا ليها جراج خاص، هيفتشوا المناطق دي فيلا فيلا وقصر قصر لحد ما يلاقوهم. طلع رجالة اللي أنت عايزهم من الجراج ومن قطاع النقل، يمشطوا المناطق دي لحد ما يلاقوهم. كبرهم 24 ساعة ويكون عندك مكانهم بالتحديد إن شاء الله. يا رب. ريح نفسك يا سعد، انت داخل في حاره سد وظهرك مكشوف. احمي ظهرك انت الاول قبل ما تيجي تهددني. غريبه، انا كنت جاي وفاكر هلاقيك ميت في جلدك او بره البلد، بس انا سعيد ان الرعب اللي كان في عينيك راح خلاص ورجعت ابو النجا بهنس بتاع زمان. ولا ده هينفع معايا كمان. اكد لي المعلومه اومن فيها وريح نفسك مني وريحني منك. اديك جيت لي اهو زي ما انا جيت لك مكتبك وطلبت منك انك تعملهم اللي هم عايزينه وتبعد عن طريقهم. بس انا مش جاي لك لا خايف ولا مرعوب زيك في اخر مره كنت عندي فيها. انا جاي اسالك سؤال ومش همشي لما اخد اجابته. اللي انت كنت معاه في الاتفاق الاولاني مع المافيا كان خالد الدالي؟ دنيا ودايم من فيها دنيا ودايم من فيها اضحك وعديها وماله ولا شيء بيفضل على حاله اضحك وعديها وماله ولا شيء بيفضل على حاله لو غيرك الحظ اداله ما تلومش وتبصله فيها ما تلومش وتبصله فيها